واخا اللي وقع بيناتهم دابزو هما في الاول على شي بنت دابزو نهار السبت مع 12 ونص. هي هذيك الناس ما تقراش لحد نهار 2 ولا دابزو مع 12 وقال له تسناني حتى ل 6 ونص. يا هذيك مع 6 ونص جاوا دابزو غير هنايا سلكوهم. هي هذيك ولا عاوتاني مشى منا الاخر كان عنده ديك الموس اللي تحل وتبلع جا وقف عليه قال له روح نهضر معاك. الاخر معاه جا جبد هذا له ديك اللقطه نتاع حاق تقول في القلب لا هنايا ما بين الكلوه والصدر. هي هذيك دودو لابيلونس تعطلت ما بغاتش كاع تجي. كان لا لابيلونس لا اسعاف لا والو ما بغاوش كاع يجي. والسيد هنا بقى ينزف وقع له النزيف داخلي نزيف داخلي بقيت قياس صفوريه وبرد يديه باردين السيد زراق. هي هذيك تعطلوا لابيلونس ما جا وصلوا للسبيطار حتى مات في الطريق. السيد عاد صغار واحد عنده 18 عام واحد عنده 16 عام يعني الزوج كانوا يقراو في ليسي واحد يمكن يعني. واق حومه وحده حومه وحده في الشعوف في الجنيل بيناتهم غير بيناتهم واد يعني والله يرحمه ويوسع عليه. وهذا ما نقولوا بقيت واقف عادي يا ربي مع هاد الدري هذا. جا مولي هذا قال له بعدني واش ما بغيتش تحشم عليا نتولاش عاوتاني سلكتهم تفارقوا لي انا هوت من القهوه قلت لها حدا القهوه جا بزوج بلا موطو. انا من لحقت على الدري نضرب لهيها والاخر اللي ضرب كان ضربات ولا طول هي بلا موطو ولا هز الزلاموطو هو والدري اللي كان معاه وهرب. هادشي اللي شتا يعني واحد شدوه على ما كيقولوا واحد ما زاد ما باعي. هذا مجرم اخويا صغير جيت ادال البنات هنايا وهذا ولد الناس مسكين بهدري واش ديروا شي وسيله نتوما رجال زينين. لا اله الا الله ديما جيت ادال بنت الناس وتدا ولاد الناس وهذاك راه ماشي مليح. وديجا وضروري نشد فيها انا ضرب 14 عام ديال الحبس ونعرف هاد الصوالح كي داير. لا اله الا الله لان ديك الروح ما المهم كان هضر هاد الواقع هذه راه هاد الانسان اللي كيجي تدا لبنت الناس ولاد الناس. انا كنشوف انا اللي ولد الحيم انا راني عايش حياتي عايشه هي هنا. واش غادي نقول لكم اخوتي لا اله الا الله وصافي ما كنتش حاضر عندي حاجه كنروح مار كنخدم على راسي عندي حتى انا عندي وليدات. هذا ربي درويش ولادو زينين انا ما نكذبش عليك انا مسكين نعرفو ما مداصرش مع صغير عليا ولكن مسال عليه مراسل على هو ولا عائلته.